بص بص السؤال ده، ابو حميد، هو ليه دايما الرجاله لما بنحوش من وراهم بيتضايقوا جدا، وساعات في رجاله بيعتبروها سرقه؟ ايه الحكمه يعني في وجهه نظرهم؟ بص افهمك انا حاجه، الراجل بطبيعته عاوز يكون عارف كل حاجه في كل وقت وما يتخباش عنه اي حاجه، فبالنسبه لموضوع الفلوس في رجاله كتير جدا ما عندهاش مشكله، على فكره كتير جدا ما عندهاش مشكله، ادام بتحوش للبيت هي ما عندهاش مشكله، لكن في ستات بتحوش عشان تامن نفسها بحيث ان هو مش مطمنه له قوي، فممكن في اي يوم يغدر بيها فيسيبها. لما يجي الراجل بقى يتزنق في فلوس ما تديلوش، فهو يحس اللي هو انت بتاخدي مني حق مكتسب. طيب هل هو حرام ولا هو حلال؟ انا ما اقول من وجهة نظري، الله اعلم هو حرام ولا حلال، بس انا ليا وجهة نظر، الا وهي طول ما هي ما بتاثرش في حق البيت. يعني مثلا هديك مثال، هتنزل تجيب طماطم، الطماطم دي مثلا الكيلو بجنيه، هي لقيتها، هي حاطه نفسها جنيه، هي لقيتها ب 75 قرش. اهم حاجه تكون بتجيب طماطم كويسه ومش بايظه وتكون تنفع للاستخدام، ما تكونش تجيب البايظه عشان توفر وبعد كده تيجي على صحه اللي معاها، لا تيجي على صحه اللي معاكي ما ينفعش، لكن تيجي بحاجه كويسه وتفصل بسعر كويس، مفيش مشكله ان هو في اخر الشهر هتلاقي مثلا باقي 100 ولا 200 جنيه، مش هيبقى فيه مشكله، لكن يكون اكل كويس واكل محترم. غير كده انا شايف الصراحه يبقى كده يعتبر مش احسن حاجه.